خلينا اتكلم مع حضراتكم على نقطه مهمه جدا. يمكن بعد انتهاء مباراه منتخب مصر مع منتخب الليبي المباراه اللي فاتت وفوز منتخب مصر بنتيجه 1-0، كان في بعض الناس او كتير من الناس على السوشيال ميديا بتتكلم على اداء محمد صلاح، ويمكن بعض الناس بتتكلم هو ليه محمد صلاح ما بيأديش بنفس المستوى، او الناس شايفه ان يعني كتير من الناس شايفه ان محمد صلاح ما بيأديش بنفس المستوى مع منتخب مصر. انا بصراحه يمكن توقفت عند النقطه دي، ويمكن كان فيها ظلم كتير جدا جدا لمحمد صلاح، وهقول لحضراتكم ليه في ظلم لمحمد صلاح. محمد صلاح، اولا خلينا نعمل مقارنه سريعه ما بين وجود محمد صلاح في ليفربول ووجوده في منتخب مصر. اولا على مستوى الفورميشن، على مستوى خطه اللعب، اكيد كل لاعب بيكون مرتاح ويطلع كل قدراته في ظروف معينه من خلال تطبيق يعني فكره او تطبيق خطه لعب معينه. حضراتكم عارفين ليفربول 4-3-3، ده مصر بتلعب 4-2-3-1، في مهام معينه ويمكن واجبات معينه لكل مركز ولكل طريقه لعب. هنتكلم على نقطة مهمة جدا، محمد صلاح من خلال ليفربول عنده تفاهم واضح جدا مع اللاعبين اللي بيلعبوا جنبه، بنتكلم على ساديو ماني بالأخص، بنتكلم على أندرسون، بنتكلم على فابينيو، بنتكلم على لعيبة مهمة جدا، ومع احترامي كل اللعيبة الموجودة طبعا في منتخب مصر، لكن القدرات الفنية والقدرات البدنية بتفرق إلى حد كبير في أداء محمد صلاح مع ليفربول. على الجزء الآخر بنتكلم على محمد صلاح حتى على مستوى الريتم، انا بتكلم على الريتم نفسه، محمد صلاح مع منتخب مصر ريتم اللعب مختلف، طريقه اللعب مختلفه، الترانزيشن اللي بيحصل في ليفربول اللي هي سرعه الانتقال من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه مع ليفربول اسرع كتير جدا مع طبعا عن منتخب مصر. عايز اتكلم على حضراتكم كمان على التفاهم اللي بقول لحضراتكم مع ساديو ماني، وافتكر لقطة مهمة جدا، يا ريت بس الكاميرا ترجع لي عشان ده كلام مهم جدا، ان محمد صلاح في حضراتكم فاكرين المباراة الكبيرة اللي عملها محمد صلاح امام المان سيتي، في لقطة تقريبا يعني ما اعرفش اكيد ناس كتير ما خدتش بالها من اللقطة ديت، الاسيست اللي عمله محمد صلاح لساديو ماني لاحراز الهدف الاول، انطلاق محمد صلاح وان تايم جدا بيحط الكوره بينيه لساديو ماني اللي عنده سرعات قويه جدا وعنده لغه حوار وتفاهم واضح جدا ما بين محمد صلاح، بغض النظر عن المشاكل القديمه ده اناني لا ما بيدينيش، لكن كان التفاهم واضح جدا ان محمد صلاح ان تايم بيحط الكوره في مساحه علشان عارف قدرات ساديو ماني اللي احرز منها الهدف الاول امام المان سيتي. تقريبا نفس اللقطه حصلت في مباراه مصر وليبيا، محمد صلاح في نفس البوزيشن بيحط كوره بينيه لكن هو قصدها طبعا لعبد الله السعيد، لكن ما كانش فيه تحرك من عبد الله السعيد عشان يوصل للنقطه دي. محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم الفرق فرق الريتم، زي ما بقول لحضراتكم الحاله الانتقاليه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه في ليفربول بتفرق كتير جدا، حاله من السرعه الترانزيشن اللي بيحصل ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه سريع جدا، وبالتالي بيبقى صلاح عنده المساحه اللي يقدر يتحرك فيها. الحالة دي عندنا في منتخب مصر فيها بطء إلى حد كبير. الجزء المهم جدا كمان تحركات محمد صلاح، برضو اللي الناس واخدة بالها من المباراة إن محمد صلاح دايما في ليفربول إمتى اللعيبة عارفة إن تدي الكرة لمحمد صلاح في رجله عشان محمد صلاح يعمل الدريبل بتاعه ويخش على جوه ويسدد، وإمتى تعمل له الكرة في مساحة قدامه. برضو بعد لقطات منتخب مصر يعني بيكون في بعض الباصات بتبقى لمحمد صلاح بتبقى في ظهره او بتبقى وراه شويه، فعلشان محمد صلاح يرجع وياخد الكوره ده خلي بالكم بيكسر رتم اللعيب نفسه. بنتكلم على رتم فريق ليفربول ومنتخب مصر في فرق في الرتم، نتكلم على الرتم بتاع اللعيب نفسه، اللعيب متعود على انهي رتم؟ محمد صلاح متعود على رتم اسرع شويه، متعود على رتم ان هو في وقت معين بيستلم الكره في رجله عشان يعمل الدريبل، في وقت معين بيستلم الكره في مساحه علشان يستغل سرعاته وانطلاقاته، فكل دي امور خلي بالكم مهمه جدا جدا لظهور وتالق محمد صلاح مع ليفربول. يعني خلينا ما نظلمش محمد صلاح اللي لغايه دلوقتي يمكن هو يعني تاني هدافي على المستوى التاريخي لكره القدم في منتخب مصر، كابتن حسام حسن في المرتبه الاولى، يجي محمد صلاح اكتر لاعب احرز اهداف مع منتخب مصر بعد الكابتن حسام حسن. فانا وقفت عند النقطه دي بالذات لان المقارنات صعبه جدا، بتقارن تشكيل مختلف، بتقارن لعيبه مختلفه، اجواء مختلفه، طريقه لعب مختلفه،
فكل دوت مش عايزين نزل محمد صلاح اللي انا يمكن كل الناس شافت قد ايه كمان فرحته بعد هدف الكبير لعمر مرموش. قد ايه محمد صلاح فرحان بهذا الهدف، قد ايه محمد صلاح تفتكروا مباراه الكونغو، قد ايه الكونغو اللي وصلتنا كاس العالم لروسيا 2018، ما ننساش اللقطه اللي فيها محمد صلاح هو اللي قوم الناس، هو اللي قوم اللعيبه بعد طبعا احراز الكونغو هدف التعادل في الدقائق الاخيره، ورجع محمد صلاح بضرب الجزاء يرجع مصر تاني لكاس العالم. فمش عايزين نحط مقارنات اعتقد انها ظالمه جدا لمحمد صلاح. محمد صلاح بكل ارقامه وكل انجازاته وكل اللي بيعمله في البريمير ليج خارج عن المقارنات بشكل كبير جدا. كلنا مستنيين ان شاء الله باذن الله ان محمد صلاح يوصل ان شاء الله بمنتخبنا لكاس العالم 2022، لكن تاني برجع بقول ان كره القدم هي كره جماعيه، لازم كل التيم ورك لازم يشتغل بشكل ديناميكي بشكل سهل يسهل على محمد صلاح انه يظهر بمستوى اللي بيظهر بيه مع ليفربول. خلينا نتكلم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا اللي ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم تنطلق مباراه ليبيا الساعه 9 ان شاء الله، ويكون الفوز هو من نصيب منتخبنا لطبعا الصعود لكاس العالم 2022.